السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درسنا في التربية الدينية بعنوان بالنعم الله العليم، هناخد فيه سورة الأعلى. يلا حبايبي نشوف الآيات بتاعتنا من سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. صدق الله العظيم. أول آية عندي حبيبي بتقول سبح اسم ربك الأعلى، بمعنى عظم ربك العلي الكبير. يبقى سبح بمعنى عظم، لازم دايما نقول ايه؟ سبحان الله، نسبح الله سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى معناها خلق المخلوقات في احسن صوره. يبقى مين خلق المخلوقات جميعها؟ الله سبحانه وتعالى. وكيف خلقها؟ خلقها في احسن صوره. والذي قدر فهدى، فهدى معناها حبيبي يعني هدى كل المخلوقات الى ما يليق به. يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق وله عمل يعمله، وهو العمل ده يليق به، زي الانسان مثلا خلقه وله عقل يفكر ويعمل به وهكذا. طيب والذي اخرج المرعى، يعني ايه المرعى يا حبيبي؟ المرعى يعني النبات الذي ترعاه الحيوانات، يعني النباتات الموجوده حوالينا. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هو اللي اخرجها. فجعله غثاء احوى. المرعى بيكون لونه ايه؟ بيكون لونه اخضر وجميل. طيب بعد كده ساعات بنشوفه تحول للون ايه؟ لون بني كده وضعيف. جعله غثاء احوى، يعني جعله بعد حين نباتا يابسا. يبقى بعد وقت كده معين النبات ده بيتحول ايه؟ الى نباتات يابسه. سنقرئك فلا تنسى. الله سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم انه يقرا القران، فبيقول له ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا القران ولا ينسى منه شيئا الا ما شاء الله ان ينساه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقرا القران يا حبايبي بينسى منه حاجه؟ لا، بيفضل فاكره على طول. طب في بعض الحاجات بينساها، بينساها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجعله ايه؟ ينساها. يعني هم يسرك لليسرى، يعني الدين يسر في كل باب من ابوابه، يعني الدين دائما ايه؟ يسر وليس عسر. يبقى احنا كده فهمنا الايات من ايه واحد لغايه الايه رقم 8، بس احنا طبعا علينا حفظ الايات جميعها من ايه واحد للايه 19. طب يلا بينا كده نشوف معاني المفردات بتاعتنا. اول ايه بتقول لي ايه؟ سبح اسم ربك الاعلى. ايوه احنا لسه قايلينها، عظم ربك العلي الكبير. طيب بعد كده عندي الذي خلق فسوى، معناها ايه؟ خلق المخلوقات في احسن صوره. بعدها عندي هدى، فهدى يعني هدى كل مخلوق الى ما يليق به. ليه كده؟ فهدى، هدى كل مخلوق الى ما يليق به. طيب بعد كده عندي المرعى، يعني ايه المرعى؟ النبات الذي ترعاه الحيوانات. مع بعض تاني كده، المرعى النبات الذي ترعاه الحيوانات. اخر معنى معايا، فجعله غثاء احوى، معناها ايه؟ فجعله بعد حين نباتا يابسا. يابسا يعني اخضر خلاص، مش كويس. فجعله غثاء احوى، فجعله بعد حين نباتا يابسا. بعد حين يعني بعد وقت. تمام. طيب نشوف كده مع بعض حبايبي الأسئلة اللي معايا في الديبات بتاعتي. أول سؤال بيقول لي أجب، لماذا أخرج الله المرعى؟ ها، ليه ربنا أخرج لنا المرعى يا حبايبي؟ نبص كده للإجابة. جميل، بيقول لي إيه؟ لتأكله الحيوانات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا المرعى وخلق لنا النباتات الجميلة اللي موجودة حوالينا دي كلها ليه؟ علشان الحيوانات. طب الحيوانات بس يا حبايبي؟ طبعا كل المخلوقات، لكن هنا يقصد بيها إيه؟ النباتات التي ترعاها الحيوانات. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها مخصوص لمين؟ للحيوان. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ تخير الصواب. قال الله تعالى فهدى، اي ارشد الانسان او الحيوان او كل المخلوقات نقط الى ما ينفعها.
ها فكر كده معايا ثواني. ربنا أرشد مين؟ هدى مين؟ الإنسان فقط ولا الحيوان فقط ولا كل المخلوقات إلى ما ينفعها؟ جميل، كل المخلوقات إلى ما ينفعها. ربنا خلق كل مخلوق وسبب له وقدر له إيه الشيء اللي ينفعه علشان إيه يفعله. ممتاز، يبقى الإجابة بتاعتي آخر إجابة كل المخلوقات. طيب آخر سؤال معايا، أكمل تعلمت من سورة الأعلى نقط نقط ونقط، إيه رأيكم؟ إيه اللي إحنا اتعلمناه من سورة الأعلى؟ مين يفكر ويجاوب معايا؟ طيب السؤال ده هنسيبه للنقاش درسنا إن شاء الله في الحصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.